السلام عليكم حبيباتي الغاليات، نتمنى هذا لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الاخوان والاخوات كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم حبيباتي الغاليه. جبت لكم وصفه لعلاج النحافه، وصفه لزياده في الوزن، وصفه اللي غادي تغلظكم البنات في مده قصيره، وغادي تغلظ لكم حتى الارداف. البنات اللي قالوا لي سنة بغينا الارداف ديالنا تغلاض، والصدر والمؤخره راه غزاله بزاف. قمبوا لهاد الوصفه البنات، وطبيعيه 100% هاد الوصفه. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. حبيبات ديالي، جبت لكم وصفه طبيعيه وغنيه بعده فيتامينات في تسميل الجسم وتسميل المناطق الانثويه وتسمين المؤخرة وتسمين الصدر واي منطقة في الجسم غادي تسمال لكم. وهاد الوصفة اللي غادي نشارك معكم بامكانكم تعطوها حتى الوليدات الصغار اللي كيعانيو من النحافة، حتى الاطفال، لان هاد المكونات اللي غادي نحتاج مع لان هاد المكونات اللي غادي نحضروا بها هاد الوصفة للتسمين راه عندها عدة فوائد وعدة فيتامينات، وغادي نذكروا الفيتامينات اللي كيحتويو عليها هاد المكونات. الحبيبات ديالي، جبت لكم وصفة غير مضرة للصحة، ماشي يعني بحال هذوك، يعني ماشي بحال دوك الكبسولات اللي كتاخذوا او السيروات اللي كتاخذوا، يعني هذوك عندهم اضرار خطيره على الجسم. يعني البطل ديال الوصفه ديالنا معروف في بزاف ديال الدول العربيه وكذلك الدول الاوروبيه، وهو حب العزيز، كيتباع عند العشاب. الا قلبتوا عليه ها هو، الا قلبتوا عليه راه كيتباع عند العشابه، موجود، راه كيستوردوه من الدول الافريقيه. ها هو الحب العزيز، او كاين اللي كيسميه بحب الزلم، ما هو وموجود عند العشابه، موجود في المغرب عند العطاره، كيستوردوه من افريقيا من ساحل العاج، لانهم كيستعملوه الافارقه في زياده الوزن. والاخوات اللي عايشين هنا في اسبانيا وبغاو يقلبوا على حب العزيز، راه موجود فين كيتباعوا ديك الفواكه الجافه، يعني اللوز والقرقاع وداك التخربيق، راه موجود، راه كيستعملوه هنايا الاسبان بزاف، والاسم ديالو تشوفا. حبيبات ديالي، غادي نتكلموا على حب العزيز او حب الزلم. هو حبوب طبيعيه غير مضره للصحه، والمذاق ديالها مذاق حلو، مذاق جيد، مذاق جميل، يعني المذاق ديالو حلو. وهاد الوصفه طبعا لزياده في الوزن بشكل امن، غير مضره للصحه، وكذلك معروفه من القديم للزياده في الوزن، وحتى الاطفال يمكن لهم ياخذوا هاد الوصفه هذه لانها غنيه بعده فيتامينات وليست مضره للصحه، وعندها نتائج مضمونه في وقت قصير. غادي يبان لكم الفرق، انكم الوزن ديالكم تزاد بشكل كبير. نذكروا الفوائد ديال حب العزيز او حب الزلم. الفوائد الحبيبات ديالي ديال حب العزيز، حب العزيز غني بعده فيتامينات مثل البروتين والدهون والالياف، وغني بالفوسفور والحديد والكالسيوم ومضادات للاكسده. دونك نذكروا المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا للزياده في الوزن او لتسمين الجسم. غادي نحتاجو حب العزيز او حب الزلم، وغادي نحتاجو 3 ديال التمرات، هما 3 ديال التميرات، وغادي نحتاجو معلقه يعني صغيره ديال اللوز، يعني تقريبا شي 7 او 8 يعني تقريبا شي 7 او 8 اللوزات، و 3 التميرات، ومعلقه كبيره ديال حب العزيز. غادي ناخذوها وغادي نفزقوها في الماء، غادي نخليوها ليله كامله في الماء بحال هكذا. غادي نديروا معلقه كبيره وغادي نزيدوا عليها كاس. غادي هذه درتها، يعني حضرته البارح بالليل، درت معلقه كبيره ديال حب العزيز ودرت كاس ديال الماء. 24 ساعه ضروري، ليله كامله. دونك الحبيبات ديالي، ندوزوا في تحضير الوصفه ديالنا لزياده في الوزن. غادا ناخذ خلاط كهربائي، غادي ندير فيه هاد الكاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال حب العزيز اللي خليناهم في الماء ليله كامله، وغادي ناخذ 3 ديال التمرات، غادي نحيدوا لهم النواة ديالهم بحال هكذا. اللي ما عندهاش التمر يمكن ليها تعوضوا بالزبيب، معلقه كبيره ديال الزبيب او العنب المجفف.
وغادي ندير اللوز. وغدا نطحن المكونات ديالي ديالي. من بعد ما طحنا المكونات ديالنا او طحنا العصير ديالنا لزياده في الوزن، ها هو البنات راه كيجي. المهم المذاق ديال هذا العصير او هذه الوصفه راه حلو، راه غزال بزاف اصلا. هذا حب العزيز هذا راه حلو وزوين والمذاق ديالو جميل جدا. وبالنسبه للاخوات غيسولوني فين كيتباع، راه كيتباع عند العطاره او عند العشابه، راه موجود سميتو حب العزيز، وبعض الدول العربيه تيسميو حب الزلام راه هو. وهنا في اسبانيا سميتو تشوفا، هاد حب العزيز هنا في اسبانيا سميتو تشوفا. اللي باغي ياخذو راه موجود، راه هنا موجود بكثره في اسبانيا وتياخذوه الاسبان بزاف. دونك الحبيبات ديالي طريقه الاستعمال ها هي الوصفه ديالنا. غادي نديروها في الكاس، في الكاس عفوا، غادي نديرو العصير ديالنا في الكأس. هو طريقة الاستعمال الحبيبات ديالي، تشربوا كأس قبل ما تنعسوا بالليل، وقبل الإفطار تاخذوا كأس من هذه الوصفة هذه، وراها غزالة بزاف لزيادة الوزن، ونتيجة مضمونة 100% ونتيجة طبيعية، والوصفة ديالنا طبيعية غير مضرة للصحة، يعني آمنة على الصحة. وراه هاد الوصفه استعملوها منذ القدم، يعني استعملوها منذ، معروفه من القديم لزياده الوزن، وحتى الاطفال يمكن لهم، اللي الاطفال الصغيرين، حتى الاطفال او الوليدات الصغيرين اللي كيعانيوا من النحافه تعطيها لهم ياخذوها، راه غنيه بعده فيتامينات وغير مضره للصحه. المهم الحبيبات ديالي، كاس قبل الافطار وكاس قبل الذهاب الى النوم قبل ما تنعسوا، راه غزاله بزاف، وفي وقت قصير غادي يبان لكم الفرق انكم زادتو في الوزن بشكل كبير بزاف. المهم حبيبات ديالي، هذه هي الوصفه ديال اليوم، تنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، تنتمنى تشجعوني بلايك والبارطاج مع العائله ومع الاصدقاء. وهاد الوصفه يعني درتها على حسب الاخوات اللي طلبوا مني وصفه لزياده الوزن، وصفه لتسميل الجسم، وصفه امنه ووصفه صحيه وغير مضره بالصحه، ومكونات ديالها بساطين واقتصاديين وموجودين في كل بيت، يعني مكونات ديالها